تعالى بقى نروح لخبر تاني يا كريم، والكرة العالمية اللي أعلن فيها خبر بقى ده برضو عمل يعني انتشار على السوشيال ميديا وتعليقات كانت كتيرة تحديدا بالأمس. أستون فيلا الإنجليزي أعلن في بيان رسمي إقالة مدربه دين سميث بعد تلقي الفريق الخسارة الخامسة صراحة يا كتير على التوالي في البريمير ليج بهزيمة بهدف دون رد أمام ساوثهامبتون. وقال أستون فيلا كده في البيان تحديدا، قال أستون فيلا بيعلن أن النادي انفصل عن المدرب دين سميث، وكان تعاقد فيلا مع سميث في عام 2018 بعدما اكتسب شهرة في تقديم كرة ممتعة وهجومية، وبعدها حقق رقم قياسي للنادي بالفوز في 10 مباريات متتالية في نهاية الموسم، وبعدها ساهم سميث في بقاء فيلا في دوري الأضواء في الموسم التالي، ولكنه لم يحالفه الحظ في الفوز بكأس رابطة الأندية عندما خسر الفريق 2-1 أمام مانشستر سيتي في النهائي. كمان تعثر فيلا هذا الموسم وحصد 10 نقاط فقط من 11 مباراة ليحتل المركز ال 15 في الترتيب. قال كريستيان كارسيلو الرئيس التنفيذي لأستون فيلا بعد بداية جيدة الموسم الماضي، هذا العام لم نشهد تحسنا مستمرا في النتائج والأداء، ومركزنا في الدوري الذي كنا جميعا بنبحث عنه، لهذا السبب قررنا إجراء تغيير الآن لإتاحة الوقت لمدرب جديد يمكنه إحداث الفارق. وهي دي زي ما بتقال يعني كرة القدم، هي كرة القدم في الأول في الآخر نتائج الجمهور عايزها أو عايز تتحقق، فده كان تنفيذا لرغبة الجمهور في الأول وفي الآخر يعني. بس عمل برضو جدال على السوشيال ميديا، بس كانت الناس مع القرار، مش جدال اللي هو الناس ضد هذا القرار، لا الناس كانت مع هذا القرار. يعني دين سميث اسم كبير، ولكن في الأول وفي الآخر أنت ما كنتش موفق تماما، فده كان واضح فعلا. لا والفرقة الكبيرة دي خلقها ضيق، يعني لو حد حجر لفترة طويلة لا. بعدين على فكرة جزء من كلامه هو عنده حق فيه، ده بيحصل في كل الدول وبيحصل في كل دوريات العالم. حصل في برشلونه مؤخرا يعني اسامي عظيمه لفرق ونوادي حلو يعني. لكن ما حصلش بقى في اسبانيا كلها او في غير اسبانيا ان حوالي 25% من اجمالي المدربين الموجودين في الدوري تتم اقالتهم، وده اللي حصل في البريمير ليج. يعني على فكره ده واحد من الاخبار اللي هنتكلم فيها مع زميلتنا العزيزه مريم سميح خلال لحظات في فقره الصحافه الرياضيه. ربع مدربي البريمير ليج تمت اقالتهم، فده يوري حضراتكم الدنيا هناك ايه على صفيح ساخن زي ما بيقولوا. هنعرف تفاصيل اكتر اكيد مع زميلتنا مريم سميح.